إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. مقهى النساء. ضيف. أخيرة الأخبار. وجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. على إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. مستمعين مستمعات إذاعة صوت المرأة، مرحبا بكم معنا في حصتكم مقهى النساء، باش نتكلموا على كل المواضيع الثقافية والاجتماعية والسياسية وحتى الصحية اللي تخص المرأة الجزائرية في جميع الميادين. واليوم كعدد أول رايحين نتكلموا عن موضوع العملية التجميلية لإعادة بناء الثدي عند المرأة بعد سرطان الثدي. ولمناقشة هذا الموضوع حضر معنا اليوم الدكتورة بودرة زاهية، أخصائية في أمراض الثدي بالعاصمة. وقبل ما نناقشوا هذا الموضوع رايحين عند نجوى رحام في ركن وشصرة، رايحة تكلم لنا عن الأحداث اللي ميزت هذا الأسبوع. نجوى. صباح الخير سونيا. صباح الخير. دونك ركن وشصرة راح نقدم لكم فيه يعني مختصرات الأحداث اللي صارت في هذا الأسبوع واللي ميزاته. وجبت لكم شوية من الأخبار اللي صاروا هذا السمانة واللي كان عندهم صدى كبير في وسائل الإعلام وحتى في يعني في لافي كوتيديان. شوفوا باللي المجتمع كامل راه يهضر على نفس الأحداث هيتو. دونك نبدأ بأول خبر اللي كان في سور لا فيديو تاع وزيرة التضامن دار المسنين بباتنا، وين قامت وزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بإقالة أو إنهاء مهام مدير دار المسنين بباتنا بعد يعني الفيديو اللي تسرب على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كان يصور نتيجة الإهمال والحالة الوضعية الكارثية اللي يعانيوا منها المسنين في باتنا. على هذا الأساس قامت بإقالته. يعني هذا كحدث أول صرا في الأسبوع. ثانيا وزيرة التربية نورية بن غبريت اللي كانت أعطت إشارة انطلاق مبادرة أقلام بلادي في طبعتها الثانية، والانطلاقة هذا العام هذا السنة كانت من غليزان، وين يعني قامت بتطوير هذه التظاهرة وعطت فيها يعني العديد من النقاط الجديدة، وين شاركوا فيها أساتذة ومختصين لتطوير وتشجيع المواهب وساق لها. أما الأسبوع يعني كموعد ثقافي نشوفوا باللي حضور ولا مرور الشاعرة والأديبة والكاتبة ربيعة جلطي ببرنامج ثقافة على قناة فرانس 24 مع الصحفي جمال بدومة كان عنده أثر كبير وصدى من خلال عرضها لكتابها قوارير شارع بوحيرد. قوارير شارع بوحيرد هي رواية كتبتها ربيعة جلطي واللي تتحدث على النساء المهمشات في مجتمع ذكوري أو ثورة النساء ضد المجتمع الذكوري، واللي كانت يعني نقشتها مع الصحفي بطريقة مثيرة للجدل. يعني ننصح كل يعني مستمعاتنا ولا اللي ما قراوش هذه الرواية أنهم يقتنيوها ويطلعوا أكثر على هذا يعني الثراء الأدبي والمحتوى اللي قدمته من خلال الرواية. أما يعني كحدث ثقافي آخر كاين فيلم اللي كان تعرض هذا الأسبوع واللي هو فيلم كان أنتج سنة 2016 ودائما راه يدير فلوبوز ويخلي الجمهور يعني أنه يعاود يطلب العرض تاعه. هو فيلم لمخرجة جزائرية، فيلم درامي اجتماعي أموناج إي جو مكاش أنكور بورفومي، واللي شاركت فيه العديد من الفنانات المعروفات بيونة ونادية قاسي بإدارة أكيد المخرجة ريحانة أوبرامير، واللي كانت طرقت فيها على موضوع النساء وكيفاش راهم يعني مازالوا يتخباوا باش يديروا حاجات ما نقولوش انها تابوهات لكن هي حاجات موجوده في المجتمع الجزائري. وهذا كانت سطرت لاسوسياسيون فام الجيريان ريفونديكون لور دووا في وهران. هذا هي اهم الاحداث اللي صارت في هذا الاسبوع. ونختموا ب يعني الخبر اللي نشوفوه باللي متواجد على كثير من الوسائل الاعلاميه وهو تزايد حالات الخلع في الجزائر اللي وصلت ل 13000 حاله خلع، والسبب حسب وزيرة التضامن وقضايا المرأة ما زالوا ما يعرفوش تزايد هذه الحالة، لكن أعطت إحصائيات تقول بأنه الجزائر تحتل المرتبة العاشرة
عربيا، والمرتبة 78 دوليا من أصل 132 دولة في حالة طلاق. هذه هي أهم الأخبار. يعطيك الصحة سونيا. يعطيك الصحة نجوى. أيضا عندنا مجدة زبين في ركن وش قالوا علينا، اللي رايحة تكلمنا عن ما قيل عن المرأة في المواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. مجدة وش جبتنا اليوم؟ مساء الخير عليك سونيا، مساء الخير كل ضيوفنا وكل مستمعي إذاعة صوت المرأة. اليوم رح نحكيه على العديد من المواضيع. الموضوع الأول هي الحملة المتواصلة ضد ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو، حيث تواصلت حملات السخرية والعنصرية ضد ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو، حيث وصلت هذه الحملات إلى الدول العربية، حيث كان إعلاميتين من دولة الكويت فجر السعيد ومي العديان اللي وصفوا ملكة جمال الجزائر بأبشع المواصفات. الجزائريين ردوا على هذه الحملات وقالوا باللي بنات الجزائر خط أحمر، هذا الشيء يخصنا احنا في الجزائر. التضامن مع ملكة جمال الجزائر جاء من فنانين عرب، كان فنانة أصالة اللي نشرت عبر موقع الانستغرام، عبر حسابها في الانستغرام، وقالت وردت عبر بوست: هنيئة للجزائر الحبيبة بهذه الملكة، هي برواز لثقافة امتزج فيها الجمال بالعقل والشموخ بالحضور. مواصلة أكيد خديجة بن حمو جميلة وهي ملكة من أرض الأبطال الجزائر. تاني نحكيه على الفيديو اللي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وهو بثت قناة خاصة هذا لبرنامج اجتماعي. هذا الفيديو هو فيديو لراقي يرقي في امرأة مسكونة. هذه المرأة المسكونة مريضة كما يقول، يعني كما يقولون في الفيديو. هذه المرأة المسكونة أثارت جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على انه إهانة للمرأة باعتبارها مريضة او فقط ممكن تكون تمثيلية من اصحاب البرنامج. وكاين رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا انه القناة ضربت باخلاقيات المهنة عرض الحائط. اكيد موضوع اخر رافقنا هذا الأسبوع في مواقع التواصل الاجتماعي هو الفنانة فلا. فنانة فلا الجزائرية نشرت فيديو عبر صفحتها في الفيسبوك وهي تؤذن بالطريقة الجزائرية. هذا الفيديو دار جدل كبير 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 على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه فلا دائما تحب تثير الجدل حواليها، كما ينطف نجمها تعاود ترجع بطريقة أو بما. لكن كان من ساند في الله وقال بلي هذه حرية الشخصية، دير واش تحب، هذا فيسبوك تاعها. وهي بدات ردت عليهم وقالت لهم أنا تقسمت معكم لحظة من لحظات نوت نصلي الفجر، حبيت نقدم بالطريقة الجزائرية. كان فنانين كبار كما أم كلثوم أدنوا قرأ جودوا القرآن وما هاجموهمش كما هاجمتوني. فهذا هو كان رد الفنانة فلا على الفيديو. نخرج شوية من الجزائر ونروحوا للسعودية. أكيد شكون ما يعرفش رهف القنون. هي فتاة سعودية أثارت ضجة كبيرة جدا بعد هروبها من عائلتها، لأنه هي تشوف باللي هي لا تعامل جيدا في عائلتها بسبب ضغوطات مارستها عليها عائلتها. وهي تطالب أنه كان قانون في السعودية الولاية على المرأة في السعودية، المرأة تبقى قاصر وحتى توصل 60 سنة، يعني باباها ولا أخوها يكون ولي عليها حتى ولو تكبر وما عندهاش الشوا في عملها أو في دراستها أو في تعليمها. هي هما القصة كيفاش صارت. أبوها هو يعمل في الكويت، راحوا لتايلاند. كي راحوا لتايلاند كانوا مروحين للسعودية. هي دخلت الغرفة في المطار، غلقت عليها، فتحت حساب على تويتر وطلبت النجدة من منظمة لاجئين. فمنظمة لاجئين والدولة اللي استقبلتها هي كندا على طول، يعني كما يقولوا راح ساندت رهف القنون واستقبلتها كلاجئة، ولهان هي مواطنة كندية. المشكل انه مواقع التواصل الاجتماعي بعد عاودوا رجعوا على هذا الفيديو وقالوا باللي غير صحيح، السعودية راهي ماشية في ضمان حقوق المرأة. اخر قانون سمح للمرأة بانها تسوق السيارة، تقود السيارة. لكن ناس اخرين قالوا باللي هي هرها في القانون هربت من العبودية
وعندها الحق، هي كما يقولوا تبحث عن حياة أحسن. فهذا أبرز ما كان عندنا اليوم في ركن وش قالوا علينا. ملتقانا الأسبوع المقبل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا مجدة على هذه المعلومات، ونولوا إلى موضوعنا مع الدكتورة بودرة زاهية. مرحبا بك. يسلمك عايش. رايحين نهضروا على سرطان الثدي وإكزاكتمو على العملية التجميلية بعد سرطان الثدي، يعني العملية اللي تنقام لإعادة بناء الثدي. سرطان الثدي يعني خلايا الثدي، وقد يصيب كلا من الرجال والنساء، وهو أكثر انتشارا عند المرأة، كما أن عدد الوفيات قل بشكل منتظم، ويرجع ذلك إلى كثرة التوعية والكشف المبكر. النساء المصابة بهذه المرض تتعرض غالبا إلى استئصال الجزئي والكلي. حنا حبيت نعرف يعني في أي حالة يعني المرأة تلحق الاستئصال الجزئي والكلي. هذا السؤال يرجعنا للعملية التشخيص المبكر. لما تكون الحالة نكشف سرطان الثدي في حالة مبكرة، والفضل يعود بجزء كبير إلى الكشف المبكر، هنا رايح العملية الجراحة تكون جزئية على جزء أو الورم فقط في الثدي. أما إذا كانت الحالة متقدمة نوعا ما، هذا باختصار، لأنه سرطان الثدي هو سرطان متشعب ومعقد، عنده جوانب عديدة. بصح باختصار، إذا كان في الكشف يكون في وقت مبكر، هنا نلجأ إلى عملية جزئية. إذا كان في مرحلة متقدمة نوعا ما، رايح تكون العملية يعني يكون الاستئصال كلي، ولو أنه كاين وين تكون ولو في البداية، لكن النوع تاع الخلايا اللي تكون منها السرطان هذيك ثاني راح تخلينا نديروا السرطان كلي، ولا يكونوا ورمين في الثدي راح يخلينا ولو في مرحلة مبكرة نديروا استئصال كلي. بصح باختصار وعامة، الشيء اللي نشوفوه ونلمسوه في معظم الأحيان هو الحالات المتقدمة. أنا حبيت نعرف يعني كمر على هذه العملية الاستئصال يعني الجزئي ولا الكلي، المصابات بهذا المرض هل يقوموا بتوعيتهم بلي كاينة عملية لإعادة بناء الثدي؟ هل هناك توعية؟ كاين توعية من طرف الأطباء، وأول شيء باش نصبروا المريضة على مرضها وكل شيء راح نقولوا لها بلي كاين عمليات تجميلية، وكاين عدة أنواع من العمليات التجميلية، كاين وين نديروا لابروتيز اون سيليكون، كاين وين نديروا لابروتيز اكستيرن، لابروتيز كاين وين نديروا الزرع من أنسجة تاع الجسم. بطبيعة الحال الأطباء راي يقولوا للمريضة بلي كاين عمليات تجميلية بعد عملية استئصال الثدي الكلي، حتى في عملية استئصال الجزئي مرات نلجأ إلى عمليات تجميلية. وممكن تعرفينا يعني شنو هي العملية التجميلية لإعادة بناء الثدي؟ العملية التجميلية لإعادة بناء الثدي هي باختصار زرع يكون كاين زرع من أكياس فيها محلول ملحي، أو عملية ترميم عن طريق الترقيح باستخدام نسيج من نفس الجسم. معناتها نحيو جزء من البطن أو من الظهر، جزء نسيج من البطن أو من الظهر، ونعود نزرعوه في مكان الثدي المستأصل. وهذه تطلب عملية مرات فيها على عدة مراحل. ومدى أهميته، ومش هي الأهمية تاع هذه العملية للمرأة، لنفسية المرأة خاصة؟ بطبيعة الحال الخضوع لعملية ترميم الثدي ينطوي على عديد من الفوائد للمرأة، منها الحصول على ثدي ذو مظهر مقبول أو على الأقل قريب شكلا ما للشكل الطبيعي بالنسبة للمرأة. هذا راح يحسن من الحالة النفسية تاعها بعد الاستئصال، ويزيدها ثقة في نفسها وتقدير ذاتها، وكذلك راح نتخلصوا من الحشوات المستخدمة داخل حمالات الصدر اللي يستعملوهم النساء، ونتخلصوا ثاني من استخدام الثدي الصناعية لابروتيز اكسترن سيليكون. هاي طاحت، هاي ما تحكمتش مليح، هاي وهذه المرحلة التوعية هذه باللي كان العملية التجميلية، أسكو تقولوا لهم عندما تعرف بالإصابة بالمرض تاعها وباللي حيقوموا باستئصال، ولا مور العملية؟
معظم الأحيان نهدروا عليها في بداية مرحلة الكشف والعلاج، نهدروا عليها لأنه هذا راح يعطي لها نوعاً يعطي لها نوع من الأمل في استعادة في استعادة شكلها نوعاً ما طبيعي. حتقيس الأنوثة مع تساقط الشعر وزيد تساقط الشعر والله ما يقلقش، حتقيس الأنوثة تاعها ما يقلقش بزاف نسى، لأنه على بالهم درك لا شيميوثيرابي نسى كل على بالهم باللي مرحلة ورايحة تفوت. أما الاستئصال الثدي راح يمس يعتبر بصدمة نفسية ليست بالهينة بالنسبة للمرأة، راح يمس أنوثتها نجوى عندها تدخل وقيلة نجوى. جست ما دكتور حبيت نسقسيك في هذا الخصوص خاصة نفسية المرأة. لاحظوا أنه المرأة يعني تهتم بزاف بالمظهر تاعها وتحب دائما تكون يعني أنثوية يعني تكون عندها هذيك اللمسة تاعها. كيفاش تتقبل المرأة لما يعني المرأة المصابة من خلال الحالات باعتباركم يعني طبيبة ويعني تقومي بمختلف يعني هذه النصائح ولا هذه الإرشادات، كيفاش تتقبل المرأة في الأول كي تكون مصابة بهذا المرض يعني في الحالة النفسية تكون. يعني شوفي هو كله يعتمد على سن المرأة. إذا كانت مرأة متقدمة في السن عادة النساء يتقبلوا بكل سهولة المرض والاستئصال وأما كي تكون صغيرة شوية في العمر هنا وين نتلقاو شوية مشاكل. عندنا نساء يصابوا بسرطان ثدي في سن 30، مرات شابات غير متزوجات هنا وين تقع الإشكالية. أما النساء المتقدمات في السن عادة ما يعني يكون تقبل عادي جدا. والشيء المؤسف في بلادنا أنه الكشف المبكر ما هوش متطور بزاف عندنا، ما كانش تحسيس وتوعية والحالات اللي نشوفوها أكثر الحالات هي حالات متقدمة اللي في معظم الحالات عندنا استئصال كلي. وحتى كي نهضروا على الكشف المبكر، الكشف المبكر نبداوه في سن 40 سنة وإحنا رانا عندنا حالات 28 سنة 30 سنة، يعني شابات مازال حتى ما وصلوش لسن الكشف المبكر ومرات يوصلونا في حالات متقدمة جدا. ما يستناوش حتى سن 40 باش ما تقدريش ديري كشف مبكر قبل 40 سنة. تمامي لا شكت هكا عندها راهي في الثلاثينات لا وشكت. هو شوفي هو درك كل النساء متخوفات. معظم النساء تحس أي حاجة تجي تجري للطبيب أو للطبيبة، لكن كاين اللي يستهزاو كاين اللي يخوف من وش راح يقول لها الطبيب، ما يجيوش ما نشوفوهمش. وبين فئتين كاين نساء يعني اللي صغار في السن والكبار في السن، هل يعني القدوم لهذه العملية التجميلية هذه يعني شكون اللي يقدر يديروها؟ درك الحالة انت وش عندك حالة لا هو كله يعتمد على الحالة تاع السرطان وكتاش تم اكتشاف السرطان، حالة مبكرة او حالة متقدمة. سؤال تمشي هذا يعني العملية التجميلية بعد الإصابة بالسرطان، كاينين اللي قلتي لي الصغار في السن وكاينين اللي كبار في السن، الكبار في السن يتقبلوا شوية هاد الاستئصال. نعم. شكون اللي يعني القبول لهذه العمليه بطبيعه الحال؟ شكون هما اللي يتقبلوا؟ اللي تكون شابه بطبيعه الحال، اللي تكون مازال ما كبرتش بزاف في السن. والعمليه هذه اسكو تقوموا بها يعني عند البريفي ولا عاده في البريفي؟ في البريفي تندار اكثر من المستشفيات، لانه المستشفى راهم ديباسي بار لو كانسير. وشحال المده يعني مر الاصابه بالمرض يعني يكون مر بعد كم مده يعني تاع الاستئصال الثدي؟ شحال لازم تستنى باش دير هذه العمليه؟ كاين حالات وين تندار اثناء الاستئصال كي تكون الحاله غير متطوره وفي بدايه المرحله تاع السرطان، وكل كاين حالات كاين لو كانسير ان سيتو كاين هذا وين يقدروا ينحيوا الثدي وفي نفس الوقت يديروا في نفس العمليه يديروا زرع الاكياس اللي تكلمنا عليها تاع المحلول الملحي السيروم سالي. بشرط انه المريضه ما يكونش عندها علاج اشعاعي، لأنه 30 حتى 50% في حالة إشعاع العلاج الإشعاعي راح يكون عندنا تصلب الكبسولة، هو الراديوثيرابي العلاج الإشعاعي، لأنه الراديوثيرابي راح تبدلنا لفيدوكوك
لا لا بروتيز اللي نديروها تولي كوم اون كوك داكور عند 30-50% وكاين بعض الحالات تاع النساء اللي نديروا لهم هذه ومن بعد نقول لهم اذا كان صرا لي في دو كوك راح نعاودوا لكم بعد شحال مده شحال تستنى والله كاين قلت لك كاين اللي نديروها اثناء العمليه الاستئصال ولا كاين تستنى بعد لا شيميوثيرابي بعد لا راديوثيرابي شحال سنه كاين شحال لازم تستنى باش تلجا لهاد العمليه باسكو كاين نساء يتقلقوا تقول لك وقتاش نعاود نعاود نصيب الانوثه تاعي درك درك ماهيش بهذه السهوله انك تحدي وقت معين هي لازم تكمل العلاج الكيميائي تكمل العلاج الاشعاعي اذا كان ما درناهاش في البدايه تكمل العلاج الاشعاعي وكاين حاله لابو اسكو المريضه هذه الجلد تاعها يتقبل هذا النوع واش من عمليه راح نديروا لها كاين لا بروتيز ان سيليكون كاين لا بروتيز يعني كيما قلت لك من قبل من النسيج الذاتي تاع المراه كل حاله سي لو كا بار كا كل مراه واش تطلب منها وكا دكتور يعني انت ما مدى اهميه هذه العمليه هل هي مهمه انك تنصحي بها النساء باش يديروها بطبيعه الحال ننصحوا بها النساء كاين نساء يطلبوها هما بنفسهم وكاين نساء نعرضوا عليهم نوع من هذه العمليات تقول لك لا انا سي بون زوجي متقبلني هكذا انا متقبله نفسي ما نزيدش ما عنديش شجاعه اني نعم قابليه إيه ما عنديش شجاعه نزيد ندير انستيزي واحده اخرى ونطلع فوق الطابله مره واحده اخرى مي هي اسكو سي امبورطون ديرها ولا يعني تقدر تستغنى عليها تقدر تستغنى عليها اذا كان المراه عندها قبول تقدر تستغنى عليها ماهيش من الضروري نعم. في المجتمع تاعنا مجدة عندك تدخل دكتورة انا حبيت نسقسي فقط انه احنا صحفيات دائما نقلوا ونغطيوا حملات توعيه ضد سرطان الثدي اكتوبر روز مثلا نشوفوا بلي تخلو من هذه النقطة إعادة بناء الثدي بعد استئصال سرطان الثدي لماذا تخلو حملات توعية من هذا النوع من لأنه في الجزائر عندنا مشكل كبير هو مشكل تاع الكشف الدياغنوستيك هذا هو المشكل الكبير تاعنا في الجزائر عندنا اون موين دو 3 سنتيمتر لو فوليوم دو لا تومور موين راهو بريسك 3 سنتيمتر يا 3.3 هو استئصال كلي يعني على حسب المعلومات اللي شفتهم بيان سور بيان سور يعني المتوسط النساء اللي يجيونا كل حالات متقدمه نادر جدا الحالات اللي نكتشفوها مبكر يعني صح انا حبيت سؤال يعني هل يعني انا جبل ربي شفت باللي كان نقص في التوعيه تاع هذا العلاج تاع هذا العمليه التجميليه جبل ربي كاين بزاف نساء ما على بالهمش بلي كاين هذه العمليه التجميليه ايه كاين نساء بزاف ما على بالهمش وحتى لي مويا ما كانش ما عندناش لي مويا بزاف باش نديروا هذه العمليه كاين نساء اللي يحبوا يديروا هذه العمليه وما قدرتش ديرها باسكو لي مويا سون با سوفيزون جوستمون انا حبيت نسقسيك دون سو سونس استكو عندنا فريمون دي كابيني او بيان دي بلوك اللي نديروا فيهم هذه لي زوبيراسيون سي نيمبورت كيل بلوك اوبيراتوار وي وي ميم في لوبيتال كاين يديروهم بصح بضآلة لانهم التكلفه تاعها يعني هي عمليه تقدري تقولي هي ناجحه ناجحه بشرط انه ما فيهاش تعقيدات لا ناجحه بشرط اننا نديروا اون سيليكسيون دي فام كي فون اتر كي فون بينيفيسيي دو لونكوبلاسي لازم المراه تكون ما تدخنش سجائر لانه هذا راح يمد التعفن تاع لا بروتيز لازم المرأة ما تكونش عندها مرض سكري متقدم ما كاين دي كونديسيون كاين دي كونديسيون ما نقدروش نديرو هذه العملية لأي امرأة مي عادة لي فام جون نقدروا عادة تما باغ ما يكون ما نونفيموز كلش شوفي كلش مرتبط بالكشف المبكر كلش مرتبط بالكشف المبكر لو كان جينا نتحكموا في الكشف المبكر العمليات هذه راح تكون متداولة وتكون ناجحة وتكون ان شاء الله يعني حنا حبينا نهضروا على العمليه التجميليه هذه باش يكون ان اسبوار باسكو كاين دي فوا دي فام يطيحوا دون لو ديني مالغري تشوف هذاك بلي كاين حاجه انورمال في الاخر بصح ما طرح باسكو تشوف روحها تجيها صوره تاعها تقول لك خلاص راني مصابه بالكونسير دوك ينحوه لي ونخسر الانوثه تاعي بصح كي تقولي لها بلي كاين مالغري ما اصبت بهذا المرض كاين عمليه تجميليه كاين الاخر تما ما تنكرش هذا المرض نقطه ايجابيه انكم تتكلموا على العمليه التجميليه كاين بزاف نساء يعرفوا سرطان الثدي بصح ما على بالهمش عمليه تجميليه من بعد هو شوفي كلمه سرطان عباره عن صاعقه بالنسبه للمراه
سرطان، فما بالك سرطان الثدي ينزل على المرأة كالصاعقة. سرطان يساوي الموت في بلادنا احنا في مفهوم الناس. الوغ كو كاين سرطانات اللي وين تشفى المرأة تماما او الرجل، وتقدر حتى تظني من بعد، وهذا كل ندور في التوعية والكشف المبكر. ان شاء الله نكون استفدنا المستمعين توعنا بهذه المعلومات، ورانا لحقنا لنهاية الحصة. نشكر كل من الحاضرين، سيد الدكتورة بودراع زاهية، ومنشطتين ماجدة ونجم، ونقولكم إلى الملتقى إن شاء الله. إذا على صوت المرأة، إذا على صوت المرأة، إذا على صوت المرأة، إذا على صوت المرأة.